المحور الثاني تمثيل الأرقام على المعداد منزلة الآحاد. كمدرب، ما هي اللغة التي يجب أن تستخدمها في التدريب؟ من الأخطاء التي نلاحظها عند بعض المدربين كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية وقراءتها باللغة العربية، وهذا خطأ كبير، والأصح أن ما يراه الطفل هو الذي يقرأه ويلفظه، أي أرقام باللغة الإنجليزية لفظ باللغة الإنجليزية، الأرقام باللغة العربية يلفظها باللغة العربية. كمدرب، ابدأ صح وابتعد عن ما يشتت الطفل. نبدأ بتمثيل الأرقام. تمثل الخرزة الأولى الوان عندما نقوم برفعها، تو عندما نقوم برفع خرزتين، ثري عندما نقوم برفع ثلاث خرزات، الفور عندما نقوم برفع أربع خرزات. وان، ونعود بالطفل إلى البداية، تو، وأيضا نعود بالطفل إلى البداية، ثري، ونعود بالطفل إلى البداية، فور. عندما ننتهي من تمثيل الأرقام في الخرزات السفلية، نسأل الطفل عن الخرزة 5. ندع الطفل يحاول الوصول إليها، وعندما يعجز نخبره أنها في الأعلى. 5. الخرزات العلوية والخرزات السفلية. نبدأ في حديثنا بالخرزات العلوية والسفلية كالتالي: يجب أن يسمع الطفل كلمة نزلنا الفايف ورفعنا الوان سيكس، نزلنا الفايف ورفعنا التو سيفن، نزلنا الفايف ورفعنا ثري ايت، نزلنا الفايف ورفعنا الفور ناين. التطبيق العملي: